النهارده المباراة هي الأصعب أعتقد في مشوار نادي الزمالك من بداية الدوري المصري الممتاز، كل مباراة بنقول صعبة، كل مباراة بنقول ليها حسابات خاصة، المباراة اللي فاتت أمام سموحة كنا بنتكلم إن المباراة صعبة والنادي الزمالك لازم يحقق نتيجة إيجابية ولكن بعد تعثر نادي الزمالك أمام سموحة والتعادل السلبي اللي شفناه وتضييع كم إضاعة الفرص من نادي الزمالك اللي شفناها خلال المباراة، النهارده مباراة الإنتاج الحربي كابتن مختار مختار برضه مدير فني مخضرم، مدير فني بيعرف يلاعب الفرق الكبار، بيفتح الملعب بيلعب بزون ديفنس بشكل كبير جدا حسب كابتن مختار مختار بيمشي المباراه على حسب اللي بيحصل او حسب اللي قدامه نادي الزمالك ما عندوش بديل ما عندوش اي بديل تماما يعني زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في القائمه او في التشكيل المتوقع لنادي الزمالك النهارده ابو جبل هيقف في حراسه المرمى محمد عواد هيكون هو اللي موجود ايا كان مين اللي هيكون موجود فيهم هو في النهايه موجود في نادي الزمالك محمد عواد انت الراجل جبته برقم كبير جدا عشان يكون موجود عشان يكون هو الحارس رقم واحد ولكن ممكن مع اهتزاز بعض المباريات شفنا في بعض المباريات محمد عواد متسرع عنده شويه بيطلع على الكوره بيتقدم بشكل كبير جدا بيعمل حاجات ممكن شويه تقعده على الدكه قعد في مباراه سموحه هيظل جالس على مقاعد البدلاء داخل نادي الزمالك محمد عواد ولا هيرجع مره تانية يكون هو الحارس رقم واحد ولا هيكون ابو جبل النهارده هو اللي موجود ولكن في النهايه ايا كان مين اللي موجود هي مباراه صعبه بكل, بكل تاكيد بكل تفاصيلها نادي الزمالك محتاج يحقق نتيجه ايجابيه عشان يرجع مره تانية يصلح جماهيره لان انت لو سالت اي حد في الشارع أعطاك جماهير نادي الزمالك زعلانه من النتائج السلبيه ومن تذبذب النتائج ومن الشكل حتى اللي موجود داخل نادي الزمالك لما طلع أه لما اتفرجت على مباراة سموحة أو الزمالك أعتقد الشكل مظبوط شوية أو الشكل أحسن شوية ولكن برضه مش هو ده الزمالك مش هي دي المتعة الكروية اللي جماهير نادي الزمالك بتحلم بيها عايز تتفرج عليها أكتر من لاعب مش بيأدي الأداء خلونا نتكلم بمنتهى الأمانة فرجاني ساسي مش هو فرجاني ساسي بتاع السنه اللي فاتت بتاع الراجل اللي كل لمساته كروية ممتعه اللي كل اي حد بيتفرج عليه سواء اهلاوي زملكاوي بيشجع مصري اسماعيلي اي حاجه بيقول الراجل ده عنده كرة حلوه لكن فرجاني ساسي بعيد كل البعد عن مستواه محتاج مره تانية يرجع زي ما كنت بتكلم امبارح المشكله داخل نادي الزمالك مش مشكله مجلس اداره مش مشكله جماهير مش مشكله حد هي مشكله لعيبه محتاجه تقف محتاجه تتكاتف مع بعض عشان ترجع مره ثانيه آه تكسب وترجع مره ثانيه لنغمه الانتصارات ترجع مره ثانيه تكتسب آه ثقه ثقه بينها وبين بعض وثقه بينها وبين جماهيرها اللي زعلانه اعتقد على مدار آه المباريات اللي فاتت يمكن بشكل كبير جدا غيابات في نادي الزمالك عبدالله الله جمعه يمكن ابرزها ولكن محمد عبد الشافي واحد برضه من نجوم نادي الزمالك واحد صاحب الخبرات بيأدي آه الدور على اكمل وجه بيعمل اللي عليه وزياده ولكن في النهايه نتمنى ان يرجع مره تانية يخرج نادي الزمالك من الكبوه اللي موجوده فيها وصدقني انت مجرد ان هو كسب مباراة مكسب هيجيب مكسب وهترجع مره تانيه نغمه الانتصارات تعود داخل آه نادي الزمالك